بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في حلقة النهاردة إن شاء الله عن قصة رجل البئر والأسد. أولا، قصة رجل البئر والأسد قصة أكثر من رائعة، نتعلم منها عبرة كبيرة في حياتنا، وهي إن الدنيا في أحيانا كثيرة حلاوة الدنيا تنسينا أن هناك موت وحساب. لنتعرف سويا على تفاصيل القصة. رجل كان يتمشى في أدغال أفريقيا سمع صوت عدو سريع، والصوت في ازدياد ووضوح، والتفت الرجل إلى الخلف وإذ به يرى أسد ضخم الجثة منطلق بسرعة خيالية نحوه. ومن شدة الجوع الذي ألم بالأسد أن خصره ضامر بشكل واضح، أخذ الرجل يجري بسرعة والأسد وراءه. وعندما أخذ الأسد يقترب منه رأى الرجل بئر قديمة، فقفز الرجل قفزة قوية فإذا به في البئر، وأمسك بحبل البئر الذي يسحب به الماء، وأخذ يتمرجح داخل البئر. وعندما أخذ أنفاسه وهد روعة وسكن زئير الأسد، وإذ به يسمع صوت ثعبان ضخم الرأس عريض الطول بجوف البئر. وفيما هو يفكر بطريقة يتخلص منها من الأسد والثعبان، إذ بفارين أسود والآخر أبيض يصعدان إلى أعلى الحبل وبدأ يقرضان الحبل، وأنهلع الرجل خوفا وأخذ يهز الحبل بيديه بغيا أن يذهب الفأرين، وأخذ يزيد عملية الهز حتى أصبح يتمرجح يمينا وشمالا بداخل البئر، وأخذ يصطدم بجوانب البئر. وفيما هو يرتطم أحس بشيء رطب ولزج فضرب بمرفقه، إذ بذاك الشيء عسل النحل تبنى بيوتها في الجبال وعلى الأشجار وكذلك في الكهوف. فقام الرجل بالتذوق منه فأخذ لعقة وكرر ذلك، ومن شدة حلاوة العسل نسي الموقف الذي هو فيه، وفجأة استيقظ الرجل من النوم فقد كان حلما مزعجا. وقرر الرجل أن يذهب إلى شخص يفسر له الحلم، وذهب إلى عالم وأخبره بالحلم، فضحك الشيخ وقال: ألم تعرف تفسيره؟ قال الرجل: لا. قال له: الأسد الذي يجري وراك هو ملك الموت، والبئر الذي به الثعبان هو قبرك، والحبل الذي تتعلق به هو عمرك، والفأرين الأسود والأبيض هما الليل والنهار يقصون من عمرك. قال: والعسل يا شيخ؟ قال: هي الدنيا من حلاوتها أنستك أن وراك موت وحساب. ومن هنا تنتهي الحلقة. أتمنى رب الحلقة أن أفادت حضراتكم أعزائي المشاهدين. أعزائي المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك للإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.